كريم وكنخص بالذكر الناس اللي تحملوا على السفر في هذه الظروف اللي هي الهيئه الحكوميه وكنتمنى انها تكون اضافه نوعيه لهذه الديره وان شاء الله يكون كل عام الانسان كل الاعتبارات وان شاء الله نفرحوا بهذا المولود وكيف ما قلت تكون اضافه نوعيه ويكون الانسان كرامة ديالو في كل الاعتبارات. يعني كنشوفوا كيف ما شفنا في هذا اليوم هذا انا من ضمن المدعوين لهذا الاجتماع، لكن انعدام الولوجيات هو اللي خلاني انني نبقى يعني حبيسه يعني الدخول الى القاعه. فكنتمنى لهذه الهيئه ان شاء الله تكون من ضمن لان الكرامه ديالي هنايا شوية تهانت، لأنني يعني بقيت يعني خارجة عن الحضور، ورغم ذلك يعني تحديت وأبيت إلا أنني نبقى حاضرة ونسمع على البعد، وإن شاء الله كنتمنى لهذا المولود يكون المتنفس ديال هذا المدينة الجميلة والصغيرة، وإن شاء الله كنتمنى لكم التوفيق، ودائما كنتمناو يعني تكون إضافة نوعية وإضافة جديدة للمدينة ديالنا على وضعها. عزيزة مرحبا ماشي
الدين. دابا حنا سيرو الدين على الاخر هادشي اللي تيكون دابا هاد التشغيل تيقول لك سوق قانون في البيع جمعاء فهمت حيث تم تراقص فهمتي انتخابات الانتخابات يعني واحد النجمه ما قادر نسيرها ما قادرش نسيرها ما قادرش نسير صافي باش نتفاداو حنا ديك العشوائيه اللي كانت في الاول اخت شروق عبد الفتاح اخت شروق طالب كنشكر الأخت شروق أنها تقدمات وعطاتنا صورة غير تتبطل نسكون الصورة وكاين لايفات راهم مشاو الإخوان اللي حضروا مرحبا بهم على الرأس واللي ما حضروش مرحبا بهم وعلى الرأس حنا ما جيش كنا المكتب وسدينا الميدان ومشينا لعنا حنا لا شكنا اللي جا المكتب ولا نجد شحال فيها الله فيها واحد واحد الاشتغال اللي هو متساوي المكتب راه ما يمكنش ما غاديش نخدمو شي واحد المكتب راه عندو واحد المبدا من 11 حتى 1 حتى 33 غادي تجي حدا نديرو من 11 حتى 80 شنو غيوقع كنا كنت العمود وكنا الخير فيما اختاره الله حنا بغينا نمشيو نقطة نقطة ونخلو الناس اللي جا تهز على الصفر ما يمكنش نعجبو ليه يعني من العيون من المدير ولا حتى مازالش نظام القانون حنا نظام القانون اللي عندنا عطانا ورقه فيها 30 خط حنا الحمد لله عندنا وقيله كنظن انا راه 30 اذا المساله ديال العدد راه قانونيه 100% الاخوان الحيتيات اللي مسكين مجموعات مسكين لانه اعلم اننا نديروا واحد منصه زوم انهم يعني يكونوا متتبعين معنا جميع النقاط اللي غنديروها يعني غيكونوا من المفروض انهم دابا حنا كنهضروا معاهم وهما كيهضروا معنا في يعني في مناقشه القانون الاساسي او لا فيما يخص التصويت او لا فيما يخص تحديد اللجان كان المفروض مثلا شحال من اخت ولا اخ معنا كان باغي يشد لجنه الطفل والمراه او لا لجنه اي لجنه كما كانت ولكن تعدى ذلك لظروف لا دخل لنا فيها غير الوعد وعدناكم انكم تكونوا على اتصال معنا عبر المنصه كيفما كانت تعذر يعني اعتذر يعني نيابه ربما على الاخوان الاخرين اللي ما عندهمش دخل في الموضوع اعتذر نيابه عنهم لان احنا وعدناهم صراحه انهم يكونوا معنا على منصه زوم يشوفونا ويشوفوهم يكونوا حاضرين معنا قلبا لما قال برا ما يقدرش لان كاين عامل البعد. شكرا الاخت حبيب الاغلبيه ديال الناس كتجيو ديك الاقتراحات وديك الهضره بسيطه ولكن راه اذا انت كتقول لي الامور صغيره هي على الارض الواقع اما كنهضروا هذا كيبغي يقول لك في الارض الواقع بلا ما نجبدوا هذا الموضوع كيفاش تكمل كنهضروا على التواحد بالشخصيات كنهضروا على التواحد خذوني من اخر انا اخر واحد فيكم في العقل انا الحمق انا دوك الناس اقترحوها وتصاوبوها وقالوا غادي يحضروا وانا من بين الناس اللي كانوا كيصيبوها انا من بين الناس اللي كانوا الناس اللي كانوا معك اختي حبيبه راهم كانوا غادي يحضروا علاش ما حضروش علاش ما حضروش اخر دقيقه كاين معنا الناس اللي اتصلوا بهم واخر دقيقه كيقولوا لهم حنا جايين كانوا الناس واقفين هنا هنا وصلوا للقاعه واتصلوا بهم وكيقولوا لهم غادي نجيو وفي الثاني ما جاوش الله اعلم بينا وبينهم كل واحد والظروف ديالو والناس اللي معايا انا كنعرف ظروفهم مزيان اليوم من اكادير كنعتذر لهم لان وعدناهم بمنصه زوم وقدنا وسيناها ولكن للاسف انا ما تفعلتش الله اعلم لظروف علاش انا اعتذر داكشي علاش قلت سعد دخلي هذا الموضوع باش تفهم بخير انا الكلمه خديتها اعتذر للناس اللي ما تواصلوش معنا ولكن دوك الحيتيات ودوك الامور اللي كانوا اصرار فيها ما بغيتش لجنة الحقوق الدستورية والسياسية باش نرتاح راسنا من بني لجنة الحقوق الاجتماعي الاقتصادي الأمني أخت أمينة نفس اللجنة إلا شكون كيترشح الأخت أمينة شكون كي كاين ثلاثة أخت حالة ثلاثة نبداو بأمينة شكون أمينة شكون اللي صوت على السيد واش أنا نعرف التصويت ولا أمينة؟
أنا شوية بعدين سويت